ويغلكم فرغانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم اللهم الحليم. الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك يغفرون يغفر الله والله غير الماكرين. وإذا أتنا عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا بذلك من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء فما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون. اللهم لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إلا فاتقوا لكن ما كانوا يعلمون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ينفقونها يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعده على بعض ويكون جميعا ويجعله في جهنم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن تولوا الله يعملون بصير تولوا فلو أن الله عليكم نعمة الله ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبني السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزل على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمال وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليرضي الله من كان مسؤولا لذلك من لك عن بينة وإحياء من حيا عن بينة وإنما لسميع عليم يريكهم الله في منامك قليلا ولو أريكهم كثيرا لفشلتم ولتنازلتم بالأمر ولكن الله التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينكم رضي الله ما كان نبيلا إلى الله تجاربون. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم في عهد ستة فكنا كثيرا لعلكم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وتذهب إن الله عزيز ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بدرا ورهاء الناس ويصدون عن سبيل الله وما بما يعملون محيطا سير لهم الشر
الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله إن الله عزيز حكيم إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يذبحون وجوههم وأدبارهم على ثمرهم بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بذلام للأمين كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة ما يتقون إما تثقفنهم في الحرب فشدد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون أعدوا لهم مسدة من قوة ومن رباط الخيل تربون به عدو الله وعدوكم آخرين من دونه لا تعلمونهم الله وعلمهم وأتفقوا من جامع سبيل الله فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو انفقت ما في الأرض جميعا ألفت بين قلوبهم لكن الله ألف بينهم أيها النبي حسبك الله وعتبك للمؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلب 100 من الذين كفروا بأن قالوا الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا الفيس بإذن الله والأنباء صابرين ما كان لنبي أن تكون له أثنى حتى يصل في الذي تريدون أعرض الدنيا الله يريد الآخرة والله العزيز الحكيم لولا كتاب من الله صدق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم مما غنمتم على الألم طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في
خيرا يهديكم خيرا منا ويغفر لكم خيانتك فقد خان الله لا غرض فهم كلام الله إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر لا على قوم بينكم وبين الميثاق ولا بما تمنون بصير والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض إن الله بكل شيء عليم أتم من الله ورسوله إلى الذين وأنتم من المسلمين أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله أن الله قد قادر من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم فإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إن الذين ثم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يغايروا عليكم حتى فاتموا إلى الله يحب المتقين وإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا أخاهم الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلا إن الله غفور رحيم وإذا من المشركين استجارك فأجروا حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ ما منه ذلك كلام الله يعلم كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما تغاموا لكم فانتقموا لكن الله يحب المنتقمين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرغبوا فيكم إلا ولا ذمة إما سيدناكم بأبوهم فتسامروا فما زروا فاسقون وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وفي الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فغادروا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوهم أول مرة تخشون فالله عفو تجاهلون
خاطرهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم عشدتور قومكم ويجب غير قلوبهم ويتوب الله ما الجزاء الله عليم رجيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله وكان للمشركين أن يعمروا مسجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله عسى أولئك أن يكونوا من المهتدين حتى أنتم بقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كما آمن بالله واليوم الآخر الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله أولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر على الإيمان ومن يتولهم منهم أولئك هم الظالمون أبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاده في سبيله يتلبسوا حتى يأتي الله لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبتم فوليتم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروا حسب الذين كفروا ثم يتوب الله من بعد ذلك من يشاء الله ورحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام ما وإن خفتم عيلة فسوف يريكم الله إلا إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعمل جزية وهم صاغرون قالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ولا يبغون أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلى واحد لا إله إلا هو يريدون
الذي أرسل رسوله بالهدى كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذي يجدون الذهب في الستة يبيعونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليغادروا عدة ما حرم الله ويحل ما حرم الله يجنى الأنس وما علم الله إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا بالآخرة فما لا تغفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا ولا على كل شيء قدير فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ ما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا الزبا كلمة الله وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا غريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وتغلبين لهم حتى يتبين لك الذين فتقوا وظلم الكاذبين